الإرادة والتصميم والعزيمة والهدف الذي وضعه أمام عينيه لتحقيقه هو الطالب بلال حيصو من قرية بريف مدينة السلمية الشرقية، على الرغم من إصابته التي تسببت ببتر يده والمعاناة بفعل الإرهاب الذي حاصر قريته لعدة أعوام، كانت إرادته أقوى من إرهابهم لإكمال تعليمه وتحقيق ما يحلم به ويمحو سنوات الإرهاب والظلام بنور العلم والإرادة التي انتصرت على كل شيء. يعني ما حسيت أنه الإصابة عاقتني بأي شيء، الحمد لله خي وقف حدي وأمي وبي كلياتي أنه ضلوا معي، ما حد حسسني أنه عندي ولو 1% إعاقة. هلا أنا تصابت بقذيفة صاروخية من المجموعات الإرهابية، كانوا بحبيلات وبالحردانة بالريف الشرقي من ضيعتنا، يعني الثبات بدل أنه عن ضعف البني آدم، أنه ثباته بمحله. المفروض البني آدم يتحرك ويسعى لحاله ويسعى للمستقبل يلي هو بده ينشئه. قلت بدي أقرأ بكالوريا، هلا أنا السنة الماضية قدمت بكالوريا أرسبت فيها بالفلسفة، فرجعت قدمتها هي السنة عم قدمها، وإن شاء الله بنجح فيها هي السنة وبوصل للحلم يلي بدي. يعني الإنسان ما لازم يفكر إنه بالنقص هو اللي شيء عنده، بالعكس لازم الإنسان دائما يحط عنده هدف ويحاول يوصل له، ما دام رب العالمين عطانا أهم نعمة هي العقل وعطاك الصبر، الحمد لله من رب العالمين سبحانه وتعالى. صمود ابني كان وصمودنا نحن كأهل ضيعة من صمود هالبلد، ونحن مواطنين مثل أي مواطن أمن سوريا طبعا. هو تصاب الله يعافيه، تعب شوي وقاوم وصمد وعم بيعيش حياته هلأ بشكل نظامي رغم الظروف اللي هو فيها. إرادة الحياة التي لم تمت عند بلال بل نمت، كما نمت أزهار حديقته التي سقاها بيديه وتفتحت براعمها ليكون على بعد خطوة ليصبح الحلم حقيقة.